السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس بسيط من القواعد النحوية. نبدأ الدرس بمثال بسيط: الطفل نائم. الطفل نائم، هذه الجملة نوعها جملة اسمية، المبتدأ فيها مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والخبر فيها مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذه الجملة الاسمية مرفوعة، فماذا يحدث على الجملة الإسمية إذا سبقها فعل من الأفعال الناسخة وهي كان وأخواتها؟ نعرف مع بعض كان وأخواتها. ماذا تفعل كان وأخواتها بالجملة الإسمية، ومن هم أخوات كان؟ كان وأخواتها أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الإسمية، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. سميت كان وأخواتها بالأفعال الناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها وتحتاج إلى المنصوب أي الخبر، وسميت ناسخة أي مغيرة لأنها تغير إعراب الخبر. هذه الأفعال تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. تعالوا مع بعض نتعرف على كان وأخوات كان. كان يمكن أن يأتي الفعل في الماضي أو المضارع أو الأمر. كان يكون كن. الفعل كان يفيد حدوث الخبر في وقت الماضي أو الحاضر أو المستقبل. الفعل أصبح وهو من أخوات كان يمكن أن يأتي أيضا في الماضي والمضارع والأمر، وهو يفيد حدوث الخبر في وقت الصباح. الفعل أضحى يفيد حدوث الخبر في وقت الضحى. الفعل أمسى يفيد حدوث الخبر في وقت المساء. الفعل بات يفيد حدوث الخبر في وقت الليل. الفعل ظل يفيد الاستمرار. الفعل صار يفيد التحويل. أما ليس فهو يأتي على صورة الماضي فقط، فعل جامد لأنه يأتي على صورة الماضي فقط، وهو يفيد النفي. الجو حار، هذه جملة اسمية. الجو تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، حار خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا إعراب الجملة الاسمية. فماذا يحدث لهذه الجملة إذا سبقها فعل من الأفعال الناسخة وهو كان؟ كان الجو حارا. ماذا حدث للجملة الإسمية؟ الجو مرفوعة كما هي، أما كلمة حارا وهي الخبر أصبحت منصوبة بدلا من مرفوعة، وهذا هو التغيير الذي يحدث للجملة الإسمية. كان أو إحدى أخواتها عندما تدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. المبتدأ لم يسمى بعد دخول كان أو إحدى أخواتها بالمبتدأ، وإنما يسمى اسم كان، والخبر يسمى خبر كان ويصبح منصوبا بدلا من مرفوع. تعالوا مع بعض نقرب المثال. كان فعل ماضي ناقص ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر. الجو اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. حارا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تعالوا مع بعض نشوف المثال الثاني. أصبح الطالبان مهذبين. أصبح فعل ماض ناقص ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر. الطالبان اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وناخد بالنا يا شباب من علامات الرفع وعلامات النصب. مهذبين خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. تعالوا مع بعض نشوف مثال تاني. أمسى المهندسون نشيطين.
أمس فعل ماض ناقص ناسخ. المهندسون اسم أمس مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نشيطين خبر أمس منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. تعالوا مع بعض نشوف مثال تاني. صارت المهندسات بارعات. صارت فعل ماض ناقص ناسخ. المهندسات اسم صارت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بارعات خبر صارت منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. المهم يا شباب إن إحنا نعرف علامات الإعراب سواء في الرفع أو النصب، وناخد بالنا كويس جدا إذا كان خبر كان جمع مؤنث أو جمع مذكر أو مثنى، ونحفظ ونراجع كويس جدا علامات الإعراب. تعالوا مع بعض نشوف الأسئلة. أكمل كل جملة فيما يأتي بخبر كان أو إحدى أخواتها. المثال الأول أضحى الفلاحان، هنكمل هنا بخبر لأضحى. هنبص كده الاسم أضحى، هنلاقي إن اسم أضحى مثنى، إذن الخبر يكون مثنى. خبر أضحى يكون منصوب وعلامة نصبه الياء المثنى، ينصب علامة نصبه الياء. إذن نأتي بكلمة تكون مثنى منصوبة وعلامة نصبها الياء. أضحى الفلاحان نشيطين. المثال الثاني كان الطريق، هنكمل بخبر لكان. كان الطريق هنا الكلمة مفردة، إذن نأتي بكلمة مفردة. الطريق واسعا، كان الطريق واسعا. السؤال الثاني احذف كان وأخواتها من الجملة ثم اكتب الجملة صحيحة. أصبح الورد متفتحا. عند حذف كان أو إحدى أخواتها تعود الجملة الإسمية مرفوعة المبتدأ والخبر، فتكون الإجابة الورد متفتح لأنها أصبحت جملة إسمية دون كان أو أخواتها، فتعود مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المثال الثاني كان المتفوقون فائزين. عند حذف كان تعود الجملة مرفوعة المبتدأ والخبر، إذن الإجابة المتفوقون فائزون. نرفع كلمة فائزون اللي هي الخبر، يعود مرفوع كما كان قبل دخول كان على الجملة.